في رمضان هنقدم كل يوم فيديو جديد بمعلومة جديدة مفيدة للعناية بالبشرة أو الشعر أو الجسم، وكمان ريفيو واحد بس عن برودكت واحد بس في برنامجكم اون رمضان. النهاردة أول حلقة من برنامج اون رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، وأتمنى أن فكرة البرنامج تعجبكم. ولو عايزين نجرب أي حاجة أو أتكلم عن موضوع باختصار شديد اكتبولي في الكومنت تحت وقولولي رأيكم إيه في فكرة البرنامج. النهاردة هنتكلم عن إزاي نخس في رمضان، لأننا كلنا بعد 30 يوم بنطلع زايدين في الوزن من رمضان. أنا عايزك تعتبري يومك في رمضان يوم عادي جدا بالنسبة للأكل، فطار غدا عشاء، فطار غدا عشاء. اول ما اذان المغرب هيأذن الساعة 6:15 هتبدأي تاخدي الفطار بتاعك، اي حاجة فيها مية، زي مثلا كوباية مية عليها معلقة من خل التفاح الطبيعي، او مثلا كوباية تمر بلبن، او كمان كوباية من الخشاف، وطبعا او كوباية من العصير البيور، وكل الحاجات دي هنحليها طبعا بالعسل. تبدأي تصلي المغرب، هتتفرجي على التلفزيون، تقرأي قرآن، تعملي اي حاجة. هيبقى فيه فترة بسيطة جدا بين المغرب والعشاء ممكن تاكلي فيها سناكس، شوية من المكسرات، خيارية، تفاحية، اي حاجة بسيطة جدا. وبعد ما اذان العشاء يأذن هتبدأي ان انت تصلي العشاء والتراويح، وبعد صلاة التراويح تاخدي الوجبة الاساسية بتاعتك من كل حاجة انت عايزاها. بس الترتيب هيفرق معاكي ان انت تخسي، هتاخدي الاول الشوربة، ثم طبق السلطة، ثم بعد كده البروتين وجنبه النشويات. الساعة 12 او واحدة ممكن تاخدي برضو حاجة من السناكس، شوية مكسرات قد كفك ايدك بس كده. قبل اذان الفجر بربع ساعة بس تاخدي وجبة السحور، وحافظي ان يكون فيها زبادي، كوباية لبن، طبعا خيار، جرجير، الحاجات دي كلها حلو جدا ومش هتحسسك بالجوع وهتغذي البشرة والشعر. كده انا اضمن لك ان انت تطلعي في شهر رمضان خاسة او على الاقل محافظة على وزنك. تقدري تاكلي حلويات، بس تاكلي كميات بسيطة، مكرونة، اي حاجة انت عايزاها كلي، بس قليلي بس الكميات. الفقرة التانية من برنامجكم اون رمضان هيبقى ريفيو عن برودكت واحد بس، والريفيو النهاردة عن لوشن سيرافي. هو لوشن مفروض مخصص للجسم والبشرة عادي جدا، هو مكتوب عليه ان هو من البشرة الجافة والشديدة الجفاف، ولكن ده مش حقيقي لان ملمسه خفيف جدا، فممكن يكون مناسب للبشرة المختلطة او الدهنية. يعني انا بشرتي مختلطة وكنت بستخدمه، ممكن يكوناته حلوة جدا. ففي ثلاث انواع من السيرامايد اللي هيحافظ على حاجز البشرة، وفي كمان هايلورونيك، وخالي طبعا من العطور، وفي نسبة سيليكون خفيفة مش هتأثر ابدا. كنت متحمسة جدا للوشن ده ومتخيلة ان هو اكيد 100% هيبقى حلو جدا ويعجبني، بس بعد ما جربته ما عجبنيش خالص، لان حسيته ان هو بيجفف البشره. كنت كل ما بحط منه بحس ان هو بيجفف البشره. بدات اديه لواحده صاحبتي ان هي تجربه، قالت لي ده قشر بشرتي وكون لها قشره، وبالذات في منطقه تحت العيون. بعد تجربتي الماساويه مع سيرافي للبشره قررت ان انا استخدمه كلوشن للجسم عادي جدا والايدين كهاند كريم. حسيت ان هو مش بيرطب ابدا الايدين، او ترطيبه كان ضعيف قوي قوي. ترطيبه كان كويس في فصل الصيف، لكن في فصل الشتاء انا ما حبيتهوش، رغم ان في ريفيوز كتيره حلوه جدا عنه، بس دي كانت تجربتي الشخصيه معاه وما عجبنيش بالمره. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس اللي جنبه عشان تشوفي حلقات برنامج اون رمضان كل يوم في نفس التوقيت بعد الفطار. استنوا